وهوب وانا بتزحلق على ظهري على المسرح يجي دبوس ابن حلال يخش في ال... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه شريف ياسين اول يوم لينا عرض على المسرح اول يوم نقف في حياتنا على المسرح معظم الفرقه اول مره تقف على خشبه مسرح وانا عن نفسي اول مره اروح مسرح اساسا الكلام ده طبعا اثناء عرض مسرحيه ميت ابو شراب للمؤلف احمد عبد الرازق واخراج ايمن علام وطبعا بقى مش عايز اقول لكم قد ايه ركبنا كانت بتخبط في بعض معظمنا وانا واحد من الناس حرفيا نسيت الكلام نسيت الدخلات بتاعتي نسيت اقول ايه فين في اي حته مين راح فين الله اعلم شريف اعترف لي قدام الكاميرا ان هو خايف وانا حاولت اطمنه فيها طلب انا عايز اقوله ان انا وركبي بتخبط في بعضيها ولا فاكر دخلاتي ولا فاكر الكلام اصلا ربنا يستر هنطلع على المسرح كمان كام ساعه يا رب السرعه يا رب معلش يا شريف اتجمعنا الصبح ورحنا على المسرح وكنا طبعا كتيم وفرقه واخوات كلنا كنا بنساعد بعض في تعليق الديكور والكلام ده كله وكان من ضمن الديكور بما ان المسرحيه اسمها ميت ابو شراب كنا معلقين شراب كبير كده على حته قماش وعمالين بقى نعمله ايه بدبابيس صغيره كده من الدبابيس اللي هي ايه بتاعت التحجيبه بتاعت الستات دي على خشبه المسرح فطبعا واحد ابن حلال اقترح يا جماعه خلوا بالكم الدبابيس اللي بتقع عشان خاطر ايه ما تخشش في رجل حد ففضل واحد مشكورا تاني قال لك ايه يا جماعه كده كده المسرح هيتكنس قبل العرض حلو جميل تمام ولا تمام ولا نيله في مشهد بقى في مشهد بيني وبين احد الزملاء وهو الاستاذ شريف الزناتي صديق اللدود عملنا خناقه على المسرح حته اكشن كده فمن ضمن العركه ومن ضمن الخناقه هو بيزقني او بيضربني مثلا وبقى على ظهري وبسحف سنه كده طبعا ايه باخد اللي هي رد الفعل كده من الضربه وبنزل بسحف على الارض ويا ريتني ما يا جماعة ربنا ما يوريكم المشكلة لما الواحد يتخبط او يتلسع او يتشك يعني طبيعي تقول اي تقول اه لما اكون مثلا قاعد لوحدك او قاعد مع واحد او اتنين انما على مسرح وقدام جمهور حاجة صعبة اوي 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 وبالذات لما تيجي في حتة وحشة اوي 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 انا مش عايز افسر طبعا اكيد حضراتكم فاهمين المهم خدت الضربة خدت الزحليقة وخدت ال... ما بقتش عارف اعمل ايه لا قادر اقول اي ولا قادر اقول لا ولا قادر اقول اي حاجه وكملت المشهد وانا بطلع في الروح حتى لهمته اوام اوام حتى وانا طالع المفروض بطلع من كالوس معين فزميلي اللي إن انا طالع معاه عمال يجيبني كده المفروض نخش من هنا وانا عايز اطلع من اقرب كالوس عايز اشوف إيه, ايه, إيه اللي حصل ودي كانت احد المواقف الصعبه جدا جدا اثناء يوم العرض بتاع مسرحيه ميت ابو شراب لو عايزين حواريت زي كده كتير ابعتوا لي في الكومنتات ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعموني بلايك ولو عجبكم محتوى القناه او المحتوى الجديد اللي هنقدمه يا ريت تقولوا لي برده في الكومنتات اشوفكم على الف خير كان معكم شريف ياسين سلام عليكم